العراق واحد من أكثر بلدان العالم خطراً على الصحفيين، حقيقة بدت جلية أكثر بعد انطلاق الانتفاضة الشعبية مطلع تشرين الأول الجاري في بلد يحمل سجلاً عالمياً في مجال إفلات القتلة من المحاكمة والعقاب، ومنهم قاتلوا الصحفيين. أعداد كبيرة من الصحفيين قتلوا أو غيبوا أو أصيبوا أو اعتقلوا على فترات مختلفة، حصيلة يبدو أنها مرشحة للزيادة بشكل كبير في ظل هستيريا العنف التي تنتهجها القوات الحكومية والميليشيات المدعومة من إيران للتعامل مع الاحتجاجات، وترهيب غير مسبوق يتعرض له الإعلام في العراق. العديد من الصحفيين تلقوا رسائل تهديد بسبب تغطيتهم للتظاهرات، تهديدات اختلفت الجهات التي وجهتها بين تلك التي تتبع لميليشيات مسلحة أبرزها الخراسان وحزب الله وبدر، وأخرى تحدثت عن لعبة استخبارية يديرها جهاز الأمن الوطني الذي يتولى رئاسته زعيم ميليشيات الحشد فالح الفياض. تأتي هذه التهديدات بعد انتهاكات واعتداءات على مؤسسات إعلامية بالجملة، حيث أغلقت قنوات فضائية عراقية وعربية مكاتبها بعد اقتحام مقراتها وتحطيم أجهزتها والاعتداء على العاملين فيها، وهو الأمر الذي دفع بفضائيات عديدة إلى تخفيض نسبة تغطياتها للتظاهرات وما شهدته من قمع وحشي أو حتى تناسيها والعودة إلى برامجها الاعتيادية بعد أن وصلت الرسالة، كما عبر أحد الصحفيين في تلك القنوات. صحفيون تحدثوا عن هربهم إلى دول أخرى أو إلى كردستان العراق خوفاً على حياتهم وحياة أسرهم، بينما يروي هذان الصحفيان جانباً من ظروف اعتقالهما لدى القوات الحكومية. تعامل مو سيء، أسوأ من سيء، يعني ويا اليهود ما يتعاملون بهالطريقة، وبالأخير بالأخير الشخص اللي ما يستحي من طلعنا قال اعذرونا على التقصير، قلت له والله خوش كتلة والله 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 لو بنجلاديش هسه تطي لجوها هسه اطلع غلطة عمر رجعت العراق، انا وحد وصلنا امريكا وبرجعنا انه نشتغل هالشغله نقول بلدنا، لا والله مو بلدنا احنا هنا، الناس الخونه من برا الايراني مقدرين اكثر من عندنا، العصا اشتغلت علينا في مالنا. ويؤكد ناشطون أن أجهزة الحكومة صارت تلاحق من يظهر على القنوات الفضائية، مشيرين إلى أن عدداً من المحللين السياسيين والحقوقيين باتوا يعتذرون عن الظهور بسبب الترهيب. من جانبه أكد عضو الحزب الشيوعي نصر الخيكاني أن عدداً من زملائه أغلقوا صفحاتهم على فيسبوك وتوقفوا عن النشر إثر تهديدات وصفها بالمقززة، وأضاف أن من المعيب القول إن العراق يحتوي على هامش حريات، لافتاً إلى أن انتقاد رئيس الجمهورية أو البرلمان ممكن، لكن انتقاد زعيم ميليشيا أو معمم غير ممكن، والتجربة ستكلف صاحبها الكثير. وزارة الداخلية تعهدت بالتحقيق في هوية مهاجمي القنوات ومهددي الصحفيين والناشطين، لكن الحديث عن تشكيل اللجنة للتحقيق بات يثير الغثيان بسبب كثرة ترداده، دون أن تسفر أي لجنة شكلت عن شيء، كحال عشرات لجان التحقيق التي تشكلت ثم أدخلت أدراج النسيان، وبقي الجاني يمارس عبثه دون حياء أو وجل.